بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي اون تايم سبورتس كل مكان، حلقه جديده من برنامجكم اون افريكا. النهارده عندنا اخبار وكواليس في القاره الافريقيه واخر الاخبار والكواليس كمان في الاتحاد الافريقي لكره القدم. الخبر اللي معانا الاول النهارده هنتكلم عن بطوله الدوري الافريقي. كلنا شفنا النسخه الماضيه من بطوله الدوري الافريقي قد ايه كانت نسخه ناجحه، نسخه مهمه، نسخه تجريبيه اولى لبطوله كبيره جدا. الاتحاد الافريقي بيحاول يجيب عدد كبير جدا من الشركات الراعيه عشان تصرف عليها. الخبر اللي معانا النهارده ان الكاف ارسل تصور الى الشركات الراعيه اللي هتكون موجوده في النسخه القادمه وقال لهم انا النسخه القادمه اللي هلعبها من بطوله الدوري الافريقي هيكون فيها عدد كبير من الفرق، هيكون فيها 24 فريق، والبطولة دي هتكون بنظام المجموعات وهي هتكون البطولة الأهم بالنسبة لي. وكمان في نفس التصور اللي بعته الكاف للشركات الراعية قال لهم أنا هضم البطولتين، بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في بطولة واحدة، وهيكون نظام المباريات بخروج المغلوب. يعني من الموسم المقبل بطولة الكونفدرالية وبطولة دوري أبطال أفريقيا هيتم دمجهم وهيكونوا بطولة واحدة. الشركات الراعية كلها موافقة الصراحة، يعني باتريس موتسي بيشتغل على النقطة دي بشكل جيد جدا في مسيرته في الاتحاد الافريقي، وقال ان هعمل بطولة قوية، وبالفعل عمل نسخة تجريبية، كانت نسخة تجريبية قوية اللي قدر يحققها فريق سان داونز. خلينا بقى نتكلم عن مباريات دوري ابطال افريقيا، البطولة الاهم في الوقت الحالي في القارة الافريقية، والبطولة المؤهلة الى كاس العالم الاندية، والبطولة الاعلى في الجوائز في القارة الافريقية هي بطولة دوري أبطال أفريقيا. خلينا كده في البداية نتكلم عن بيراميدز ومازيمبي، وفي نقطة كده عاوز أتكلم فيها تحديدا عن فريق بيراميدز. الناس كلها بتتكلم عن فشل فريق بيراميدز في أنه هو مش بيحقق بطولات، أو أن فريق بيراميدز مش هيقدر يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي. وجهة نظري أن فريق بيراميدز نجح في السنوات الأخيرة أنه يخلي اسمه مع كبار القارة الأفريقية. فريق بيراميدز نجح أنه ينافس أفضل فريقين في القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة، بينافس كل الفرق، بينافس الأهلي والزمالك كمان في البطولة المحلية. بيراميدز إزاي نقدر نقول عليه أنه هو فريق فاشل وهو بينافس عملاق أفريقيا اللي هو النادي الأهلي؟ إزاي نقدر نقول أنه هو فريق فاشل وهو من 4 سنين بيشارك وبيوصل للنهائيات سواء في الكونفدرالية أو في البطولات المحلية، وكمان بينافس على الدوري المصري، كمان كان متواجد في نهائي الكاس وقبل نهائي الكاس ونهائي الكونفدرالية. فرقة بيراميدز فرقة السنة دي أول سنة ليها تشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، من وجهة نظري أنه هو مش مطالب منه أنه هو يحققها في أول مشاركة ليه في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فريق بيراميدز بالصفقات اللي عملها وبالنتائج اللي كان بيعملها قصاد الفرق الكبيرة في البطولة المحلية أو كمان على الصعيد القاري في المشاركات القارية وتحديدا في الكونفدرالية، هي اللي خلت الناس تطالب منه أنه هو يحقق بطولة قارية، أو خلت سقف الطموح يبقى عالي عند الجماهير. مش شرط أن هم يكونوا جماهير بيراميدز، ممكن يكونوا جماهير فرق منافسة أخرى في الدوري المصري أو جماهير في القارة الأفريقية، شافوا الأداء ده، شافوا الصفقات دي، فقالوا ليه بيراميدز ما ياخدش بطولة. ولكن وجهة نظري اللي أنا بقولها ومصمم عليها إن فريق بيراميدز لسه قدامه وقت عشان يقدر يحقق بطولة قارية. خلينا نتكلم عن مباراة بيراميدز ومازيمبي وفوز كبير لفريق مازيمبي. مازيمبي هو الآخر كان فريق في السنوات الماضية فريق بعيد عن المنافسة، فريق حصل له مشاكل وحصل له دروبات كبيرة جدا، كان عندهم رئيس نادي قوي مويس كاتومبي، بدأت الأمور السياسية تتدخل في كرة القدم في الكونغو الديمقراطية، والراجل خلاص ما كانش متواجد وقتها في الكونغو، ما كانش مهتم بالفريق. ولكن أما عاد مويس كاتومبي لحياة كرة القدم مرة أخرى وعاد إلى الكونغو، شكل الفريق من الأول وجديد، جاب لعيبة جدد، جاب أسماء جديدة، جاب صفقات مميزة جدا. النهاردة بنشوف الخط الأمامي لعيبة صغيرة في السن، فوفانا وتراوري الاثنين من مالي، والاثنين لعيبة مميزين. وعلى فكرة مازيمبي ناجحين في حتة الاستثمار وان هم يجيبوا لعيبة صغيرة يقدروا يسوقوها بعد كده. بنشوف اللاعب كيتا، بنشوف اللاعب لازالو، بنشوف نجم الكونغو ديمقراطية لكونزا، كلها أسماء صغيرة في السن، ولكن مويس كاتومبي قدر يجمعهم ويعمل فرقة قوية هتنافس على بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي. مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي له دور كبير جدا
في فرقه مازيمبي منذ ان كان مساعد لرئيس النادي في بدايه الالفينات، ثم رئيس نادي، وطفره كبيره في كاس العالم الانديه في 2010، وتحقيق بطولات قاريه حتى عام 2015. مويس كاتومبي كان له تعليق بعد لقاء بيراميدز، نشوف مويس كاتومبي قال ايه ونرجع مع بعض مره ثانيه. أود أولا أن أهني الجماهير لأنهم تحملوا أوقاتا صعبة من قبل معنا، لأن النادي كان مهمل من جانب الحكومة لأنهم اعتقدوا أن مازيمبي ليس فريقا كونغوليا. حتى الآن لا يوجد دعم لمازيمبي، ولكن أنا أفعل ما أستطيع، لا يجب أن نخلط الرياضة بأي شيء آخر. أشكر الجماهير على الدعم مرة أخرى، ونحن مع مازيمبي منذ البداية حتى النهاية، جاهزون للتحدي والمنافسة. لقد تأهلنا، دعمت الفريق بكل ما استطيع، وسننافس بقوه. يعني مويس كاتومبي شخص معروف بالنسبه للجماهير المصريه والجماهير العربيه. اي فرقه مصريه او عربيه ما تيجي تواجه مازيمبي عارفين مويس كاتومبي. في كلام كتير اتقال على مويس كاتومبي ان هو بيبقى بيظبط الحكام اللي بيلعبوا عنده على ارضه، بيعرف يتعامل مع الحكام، بيغير في نتائج المباريات. ولكن اللي انا شايفه ان الراجل ده بيشتغل صح، اختار مدرب قوي جدا اللي هو لامين ضايه، المدرب السنغالي اللي بدات يعني بصماته تظهر على فريق مازيمبي في المشاركه القاريه في الموسم الحالي، وهيكون منافس قوي جدا. فرقه اخرى وهي حامل لقب بطوله الدوري الافريقي ودايما بنتكلم عنها لان هي ستظل واحد من الفرق المرشحه لبطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي، فريق صن داونز. فرقه صن داونز كان بيلعب فريق نواديبو الموريتاني، والصراحه يعني فرقه صن داونز كل لقاء بنعرف ان الفرقه دي تقيله، بنعرف ان الفرقه دي عندها عناصر مميزه، بنعرف ان الفرقه دي تقدر تروح لبعيد وتقدر تحقق بطوله. لو بصينا كده على فرقه صن داونز هتلاقي نوعيه اللعيبه نوعيه من اللعيبه اللي عندها الخبرات الكبيره جدا، سواء اللعيبه الدوليه او حتى كمان اللعيبه الاجانب اللي بداوا يدعموا الفريق في السنوات الاخيره وبدا يكون لهم بصمه واضحه مع الفريق. رولاني ميكوينا المدرب اللي بدأ برضو بصماته تظهر مع الفريق وطريقة لعبه، وبدأنا نقول إن رولاني ميكوينا واحد من أفضل المدربين المتواجدين داخل القارة الأفريقية. كل ده مش كلام، كل ده جاي من نتيجة عمل ونتائج وكتيبة كبيرة جدا في فرقة صن داونز، بيعملوا شغل مميز جدا. رولاني ميكوينا اللي أمامنا على الشاشة اللي بيلقبوه بجوارديولا القارة الأفريقية في الوقت الحالي، الصراحة يعني تحقيقه إنجاز بطولة الدوري الأفريقي الماضية أمام فرق كبيرة خلى الراجل ده في حتة تانية وخلاه في مكانة تانية في القارة الأفريقية، وأصبح فريق صن داونز فرقة كبيرة تملك مدرب كبير. مدرب كبير مش في السن، لا ده هو صغير في السن حوالي 37 سنة، لكن تملك مدرب عنده خبرات قدر يروح في حتة بعيدة جدا مع فرقة صن داونز في السنوات الأخيرة. خلينا كده نستعرض ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الخامسة. فرقة صن داونز في المجموعة دي في المركز الثاني بعد فريق مازيمبي أو بيتساوى مع مازيمبي في عدد النقاط، كل منهما بعشر نقاط. نواديبو في المركز الثالث بأربع نقاط، وبيراميدز في المركز الأخير بأربع نقاط. التأهل كان من نصيب فريق مازيمبي وفريق صن داونز. فرقة أخرى من الفرق يعني اللي بدأت في السنوات الأخيرة شكلها بيتغير، وبدأت في السنوات الأخيرة نحس إن هي فرقة كبيرة، هي فريق يانج أفريكانز التنزاني. ما ننساش إن يانج أفريكانز التنزاني كان الموسم الماضي متواجد في نهائي الكونفدرالية، والموسم الحالي بيعمل أداء جيد جدا في مرحلة المجموعات، وكان بيلعب مع فريق شباب بلوزداد وعمل نتيجة تقيلة على فريق شباب بلوزداد. وخلاص بقى الناس هناك في الجزائر بيفكروا في إقالة باكيتا، لأن ما ينفعش فريق بحجم بلوزداد يخسر بنتيجة ثقيلة من فريق يانج أفريكانز. الصراحة يعني فريق يانج أفريكانز فرقة كاملة متكاملة، لو بصينا عليها كده هنلاقي إن عدد كبير جدا من الأجانب بيلعبوا في الفريق. في لعبة من أوغندا زي أوتشو، في كيمن من بوركينا، في نزنجالي من الكونغو، في موسوندا، في سيزوا من كوتيفوار. تشكيلة من جميع الجنسيات في القارة الأفريقية مع مدرب أرجنتيني يسمى جاموندي. جاموندي قدر هو الآخر أنه يثبت لنا أن هو مدرب كبير جدا من خلال مشواره مع فريق يانج أفريكانز
في بطولة دوري أبطال أفريقيا. المباراة القادمة أمام النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز، خلاص يعني فرقتين ضمنوا التأهل، ولكن هي هتكون مباراة مهمة للنادي الأهلي. ليه مباراة يانج أفريكانز مباراة مهمة للنادي الأهلي؟ أكيد النادي الأهلي عاوز يقول للناس كلها إن هو فريق عاوز يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم ده، عاوز يروح لنقطة بعيدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم ده، وكمان فريق يانج أفريكانز عايز يثبت إن هو فريق قوي وتأهله ما كانش بالصدفة. فهي هتكون مباراة ليست بالسهل على النادي الأهلي، خصوصا زي ما قلت لكم فريق يانج أفريكانز بيملك تشكيلة ومجموعة من اللعيبة من مختلف الجنسيات في القارة الأفريقية ولعيبة مميزة، وعشان كده كمان هم متصدرين الدوري في تنزانيا. خلينا كده نستعرض ترتيب المجموعة، المجموعة اللي فيها النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز التنزاني. عاوز أقول لكم إن المجموعة دي كده كانت في بدايتها ما كانش حد يعني إيه متوقع النتائج اللي تحصل فيها، لكن كالطبيعي الأهلي في الصدارة بتسع نقاط ويانج أفريكانز في المركز الثاني بثمان نقاط، وخلاص الفرقتين ضمنوا الوصول والتأهل، وشباب بلوزداد ومديامة الغاني خارج البطولة. خلينا نتكلم عن مباراة أخرى، ومباراة هتكون واحدة من المباريات المهمة في الجولة القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المباراة اللي تجمع بين سيمبا وجالاكسي البوتسواني. فرقة سيمبا هي الأخرى، فرقة يعني مستواها مش ثابت، شفناها في بطولة الدوري الأفريقي ودلوقتي بنشوفها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الصراحة مستواها أقل بكتير عن بطولة الدوري الأفريقي. سيمبا طبعا عنده أمل إن هو يتأهل في اللقاء القادم، وعشان كده عشان يتأهل لازم يحقق الفوز على فريق جوانج جالاكسي البوتسواني في اللقاء القادم، والوداد بقى مستني الهدية اللي تحصل من فريق البوتسواني عشان يتأهل. الصراحة الوداد برضو هو مش في حالته في المجموعة، يعني في مرحلة المجموعات في الموسم الحالي، وخسارة بطولة يعني الدوري الأفريقي مؤثرة نفسيا على فريق الوداد. تخيلوا كده الوداد ده لو كان كسب بطولة الدوري الأفريقي كان هيكون دخل بطولة دوري أبطال أفريقيا إزاي؟ كان هيكون هو حامل اللقب، عنده يعني نشوة كبيرة من الفوز ببطولة الدوري الأفريقي، ولكن الخسارة في بطولة نهائي الدوري الأفريقي أثر سلبيا على فريق الوداد المغربي. عاوز أقول لكم إن في يعني بند كده للشراء المهاجم النيجيري في فريق الوداد المغربي، والفريق والمهاجم ده أوجو اللي ظهر بشكل جيد مع الفريق مع فريق كاراكس الفنزويلي، وخلاص هم هيفعلوا بقى بند الشراء عشان يكون اللاعب متواجد بصفة دائمة مع فريق الوداد المغربي. تغيير المدربين وعدم الاستقرار على إدارة فنية ومشاكل اللي حصلت مع رئيس النادي، كلها مشاكل أثرت بالسلب على فريق الوداد. وأنا شايف نقطة مهمة جدا في أسباب تذبذب فريق الوداد في السنوات الأخيرة إن بداية تغيير سيفن فاندن بروك. أنت مشيت سيفن فاندن بروك في وقت وصلك فيه لمباراة نهائية في وقت صعب جدا ما كنتش تتخيل إن أنت تكون متواجد في المباراة دي. خسرت النهائي امام النادي الاهلي، ولكن بدايه بقى تغيير المدربين وانك تجي تمشي سيفن فاندن بروك وتشوف عادل رمزي والمشاكل اللي بدات تحصل كلها اثرت بالسلب على فريق الوداد. خلينا كده نشوف ترتيب المجموعه. المجموعه اللي فيها اسك ابيدجان بيحتل صدارتها ب 11 نقطه، وسيمبا التنزاني بست نقاط، والوداد بست نقاط، وجالاكسي البوتسواني باربع نقاط. نتمنى ان فريق الوداد يعني يتاهل وفريق جالاكسي البوتسواني يعمل نتيجة إيجابية أمام سيمبا عشان نشوف فريق الوداد متواجد في المرحلة القادمة. خلينا نتكلم عن لقاء برضو كان من اللقاءات المهمة، لقاء الهلال السوداني وبترو أتلتيكو الأنجولي. لو اتكلمنا عن الهلال وبترو أتلتيكو الأنجولي بنتكلم عن اثنين من المدربين من الكبار في القارة الأفريقية، بنتكلم عن الكسندر سانتوس مدرب بترو أتلتيكو واحد من المدربين اللي ظهروا بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وبنتكلم عن فلورا بيانجي مدرب الهلال السوداني اللي هو الآخر بقى متمرس في القارة الأفريقية من خلال تدريبه أكتر من فريق، شفناه مع فيتا مع نهضة بركان، كمان شفناه مع منتخب الكونغو الديمقراطية. كان لنا تصريحات من مدرب بترو أتلتيكو الكسندر سانتوس بيتكلم فيها بعد الفوز على فريق الهلال السوداني، نشوف الكسندر سانتوس قال ايه ونرجع مع بعض مرة تانية.
أنا سعيد جدا وفخور بهؤلاء اللاعبين وحققنا هدفنا. نحن من أفضل 8 فرق أفريقية مرة أخرى وحققنا الهدف الذي سعينا إليه. كنا أقوياء طوال أوقات المباراة في كل مكان في الملعب، وأردنا أن نحصل على المركز الأول في هذه المجموعة وننهي هذه المرحلة بانتصار بدعم جماهيرنا. نحن متحمسون جدا لخوض دور 8 في هذه البطولة، وعلينا أن نقاتل من أجل التحدي المقبل. يعني ألكسندر سانتوس ده، افتكروا كلامي، هيكون واحد من أهم المدربين في القارة الأفريقية في السنوات القادمة. على فكرة كان عنده أكتر من عرض في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يملك شرط جزائي كبير في عقده مع فريق بترو أتلتيكو. كمان اللقاء القادم اللي هيكون بين الهلال السوداني والترجي التونسي، ده بقى خلاص اللقاء اللي هيحدد مين المتأهل. لو الهلال قدر يكسب الترجي سيتأهل مع بترو أتلتيكو، ولكني شايف المهمة هتكون صعبة على الهلال السوداني، خصوصا ان اللقاء هيكون في تونس. لسه عندنا اخبار وكواليس كتيرة جدا في القارة الأفريقية. نطلع فاصل ونرجع مع بعض مرة تانية. ورجعنا لكم مع بعض عشان نكمل كل اخبارنا في القارة الأفريقية. خلينا نتكلم عن بطولة الكونفدرالية. وما نيجي نتكلم عن بطولة الكونفدرالية، عاوز اقول لكم عن النسخة دي، واحدة من اضعف النسخ اللي اتلعبت في بطولة الكونفدرالية. احنا بنتكلم بصراحة، لو بنتكلم عن دوري الابطال فالنسخة الحالية نسخة قوية جدا، لكن نسخة الكونفدرالية الموسم الحالي هي نسخة ضعيفة جدا. بقول ليه نسخة ضعيفة؟ عشان يجب على الفرق المصرية المشاركة في الكونفدرالية سواء الزمالك او فيوتشر ما يفوتوش الفرصة دي، ولازم البطولة دي تكون بطولة مصرية، فرقة مصرية تقدر تحققها. الزمالك كان بيواجه فريق أبو سليم الليبي، واللقاء كان في الجزائر. شفنا الزمالك ظهر بشكل جيد إلى حد ما في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني بعد الزمالك بقى مسجل الهدف الثاني حصل بعض الانكماش الدفاعي، قدر فريق أبو سليم بيسجل هدف، والهدف برضو كان غير صحيح. يعني خلينا نتكلم عن هدف فرقة أبو سليم، الكرة لم تتخطى خط المرمى، ولكن كان انتصار مهم جدا لنادي الزمالك عشان الزمالك يكون في صدارة المجموعة مع فريق أبو سليم في المركز الثاني، والاثنين يقدروا يتأهلوا من المجموعة. كان في لقاء آخر في مرحلة المجموعات، وكان بين فيوتشر وفريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي. فرقة فيوتشر الصراحة يعني عاملة شغل كبير جدا وماشيين بشكل جيد، وكابتن تامر مصطفى اللي تولى الإدارة الفنية في وقت صغير، وبقى لقى عنده بقى منافسات محلية ومنافسات قارية. كانت مواجهة أمام فريق سوبر سبورت في يعني في جنوب أفريقيا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. نتمنى زي ما قلت لكم إن فرقة مصرية تقدر تحقق البطولة. البطولة مش صعبة، البطولة سهلة جدا. إمكانيات الزمالك وفيوتشر أفضل من فرق أخرى متواجدة في المجموعة. لو هتتكلم على اتحاد العاصمة، لا، اتحاد العاصمة أنا شايفه الموسم الحالي مش مستوى الموسم الماضي، وكمان في الدوري الجزائري نتائجه مش جيدة. يقدر الزمالك وفيوتشر فريق منهم إن شاء الله إن هو يحقق بطولة الكونفدرالية الموسم الحالي. خلينا كده نستعرض أسماء الفرق في الكونفدرالية اللي ضمنت التأهل إلى المرحلة القادمة. الزمالك ضمن التأهل إلى المرحلة القادمة من مجموعته، واتحاد العاصمة هو الآخر، وأبو سليم الليبي، ونهضة بركان المغربي، واستاد مالي. برضو مش عايزين ننسى نهضة بركان، هي فرقة شغلتها كده بطولة الكونفدرالية، فرقة متمرسة قاريا على الصعيد القاري، وبطولة الكونفدرالية بالنسبة لهم هي أمر معتاد، بيقدروا يحققوها وبيوصلوا للنهائيات، ودايما فرقة بتظهر بشكل جيد في بطولة الكونفدرالية أو حتى كمان في كل المشاركات القارية اللي بيشاركوا فيها. كل حلقة من حلقاتنا بنتكلم عن الأكاديميات في القارة الأفريقية وإزاي الأكاديميات نجحت إن هي تطور الكرة في القارة الأفريقية. النهاردة بقى هنطير ونروح مالي ووريكم كده أكاديمية في مالي اسمها ABM، وده إريك تشالي مدرب منتخب مالي اللي كان متواجد معاهم في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة خلال زيارته للأكاديمية. الأكاديمية ABM واحدة برضو من الأكاديميات اللي في القارة الأفريقية بدأت تطلع مواهب. عارفين يعني إيه أكاديمية بتطلع مواهب واللعيبة دي بتلعب في أكبر أندية أوروبا؟ أكيد الأكاديمية دي بتكون ناجحة.
أكاديمية ما بتاخدش فلوس من اللعيبة، أكاديمية بتدور على المواهب فقط عشان تساعد المنتخبات الوطنية. وعشان كده المنتخبات الأفريقية في الفئات السنية الصغيرة كلهم متفوقين، وتلاقيهم بيروحوا بطولات العالم بيعملوا نتائج كبيرة جدا قصاد البرازيل والأرجنتين وقصاد فرنسا. شفنا جامبيا والسنغال تحت 17 سنة، شفنا تحت 20 سنة قد ايه برضو المنتخبات الأفريقية تفوقت بشكل كبير جدا. كل ده بيساعد كرة القدم في أفريقيا ان هي تتطور. يعني اديكم مثال على منتخب مالي، عندهم نياني تقريبا 21 سنة في سالزبورج، عندهم كوياتي برضو هو في سالزبورج، عندهم ديكوري 22 سنة في لوريان، وغيرهم وغيرهم. أسماء كبيرة بدأت في السنوات الأخيرة يظهر اسمها بشكل قوي في الدوريات الأوروبية، من لعيبة صغيرة تحولت تحول كبير من خلال الأكاديمية. مش هقول لكم اللعيب ده لعب بقى في نادي وتعرف في النادي وبعد كده احترف، لا، هو لعيب صغير جاي من مدرسة كورة، جاي من أكاديمية، بيطوروه بشكل ملائم عشان أول ما يروح أوروبا يعرف يتعامل. بصوا اللقطة اللي قدامنا على الشاشة دي، اللعيبة بتلعب مش لابسة يعني شوز في رجليها، مش لابسة حاجة في رجليها، بيلعبوا من غير أي حاجة في رجلهم. دي طريقة من طرق التمرين هناك في القارة الأفريقية. وكان جان مارك جيليو أستاذ بقى الأكاديميات في القارة الأفريقية بيتكلم على النقطة دي تحديدا، بيقول إن دي أكبر نقطة بتساعد اللعيبة في القارة الأفريقية إن هي تتطور من خلال التدريب بالكورة فقط من غير حذاء. خلينا نتكلم برضو عن الدوريات الأفريقية. هنبدأ بقى في حلقاتنا الجاية إن شاء الله هكلمكم عن الدوريات الأفريقية عشان أوريكم الفرق اللي هتشارك في البطولة القادمة اللي هي البطولة المجمعة بين دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. يعني مثلا خلينا نتكلم عن فرقة في رواندا، الجيش الرواندي، وعلى فكرة كانت ظهرت بشكل جيد خلال مرحلة دور ال 32 في دوري أبطال أفريقيا ولكنها خرجت. هم في الوقت الحالي بيتصدروا هناك الدوري الرواندي، وفي الوقت الحالي برضو بيعتمدوا على الأكاديميات، بيعتمدوا على لعيبة صغيرة ولعيبة مواهب يبدأوا يعدوهم ويطوروهم. وعلى فكرة رواندا في السنوات القادمة هتسمعوا عن أسماء كتيرة متواجدة في أوروبا من اللعيبة، عاملين مشروع هناك، مشروع أكاديميات، وكان في دعم كبير جدا من الفيفا. وعلى فكرة كان كونجرس الفيفا في الموسم الماضي كان اتعمل في رواندا، واتفتح استاد كبير جدا باسم الراحل بيليه نجم الكرة العالمية والبرازيلية، وكل ده عشان تطوير الكرة في رواندا. وهتسمعوا عن أسماء مهمة جدا في كرة القدم الرواندية متواجدة في أوروبا في الفترة القادمة. فرقة أخرى هنتكلم عليها ولكن المرة دي بقى من غانا. غانا دايما بنسمع عن دريمز أشانتي كوتوكو هارتس أوف أوك، ولكن الموسم الحالي من يتصدر الدوري في غانا هو فريق سمارت. فريق سمارت ماشي بشكل جيد جدا في الدوري الغاني، يملك الأموال. ودلوقتي في القارة الأفريقية أما بتلاقي فرقة معها راعي يملك الأموال بيقدر يعمل أكاديمية محترمة، يقدر يطلع لعيبة محترمة يقدروا ينافسوا. يعني الفرقة اللي قدامنا على الشاشة دي هنشوفها في الموسم المقبل، ليه لأ، بتشارك قاريا، بتكون متواجدة في قاريا كمشاركة في البطولة المجمعة اللي هتكون بين الدوري الأفريقي وبطولة الكونفدرالية. كرة بتتطور بشكل سريع جدا في القارة الأفريقية، وأسماء كتيرة من اللعيبة الصغيرة بتروح بأوروبا بأعداد كبيرة، وخصوصا في السنوات الأخيرة، وخصوصا كمان بعد التفوق الكبير للمنتخبات على صعيد الفئات السنية الصغيرة. خلينا نتكلم كده عن خبر مهم بقى يخص المنتخبات الأفريقية، والمرة دي هنتكلم عن منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا والطفرة الكبيرة اللي عملها في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، وكانت هي طفرة متوقعة لأن منتخب نيجيريا منتخب عنده عدد كبير جدا من النجوم، لو كنا نتوقع انه يعمل حاجة او كنا متوقعين. ولكن المشاكل اللي صاحبت الفريق قبل البطولة، والمشاكل تحديدا اللي حصلت مع المدرب، دي المشاكل اللي كانت بتخلينا بنقول ده نيجيريا مش تقدر تروح لنقطة بعيدة. ولكن في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة الحال اتغير، باسيرو اصبح شخص مختلف، ومنتخب نيجيريا اصبح منتخب شرس جدا. النهاردة منتخب نيجيريا بيشوف بقى حارس مرمى مميز، هما لقوا مشكلة عندهم في حراسة المرمى وجابوا حارس مرمى اسمه أرسر. أرسر ده كان بيلعب في الأرسنال وكان طالع عارة من فريق الأرسنال، وفي الوقت الحالي هما تفاوضوا معاه لأنه هو يحمل الجنسية الإنجليزية، ونيجيريا طلبت منه أن هو
يعني يوافق ان هو يمثل منتخب نيجيريا، وبالفعل هو وافق ان هو يمثل منتخب نيجيريا وهيكون حارس منتخب نيجيريا في الفترة القادمة. دي حاجة مهمة جدا ان هم بيشوفوا نقطة ضعفهم فين، مشاكلهم فين، ويبدأوا يحلوها. أوزوهو ظهر سنة 2018 وكان وقتها بيلعب في قبرص ولعب معهم كاس العالم، ولكن مستواه قل. النهاردة في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة كان في مشكلة في حراسة المرمى في نيجيريا، ولكن بقى الناس بتتكلم على أرسنال اللي أمامنا على الشاشة، حارس مرمى نادي الأرسنال المعار من نادي الأرسنال في الوقت الحالي، إن هو حارس مميز جدا وهيكون حارس أساسي لمنتخب نيجيريا في الفترة القادمة. طالما اتكلمنا عن منتخب نيجيريا، نتكلم عن واحد برضو من اللعيبة المتألقين في الدوريات الأوروبية، وهو لاعب نيجيري ويعني تألق في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، كيلفن باسي. كيلفن باسي ظهر بشكل جيد مع نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، وكان أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب نيجيريا وكان قائد قلب الدفاع. كيلفن باسي بيتألق بقى مع فولهام في الفترة الأخيرة، وكمان سجل هدف في الدوري الإنجليزي، وعلى فكرة جوزيه باسيرو اعتمد عليه بشكل كبير جدا في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة. لاعب آخر من اللعيبة اللي تألقت في الفترة الماضية ولكن ما كانش محظوظ بقى ان هو يمثل منتخب الجزائر في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، أمين الجويري. أمين الجويري واحد من اللعيبة اللي ظهروا بشكل جيد في كرة القدم الجزائرية، وبالماضي كان يعني عاوز يعتمد عليه، ولكن إصابته قبل بطولة الأمم الأفريقية أثرت على انضمامه إلى منتخب الجزائر، وكمان أثرت على أداء منتخب الجزائر في البطولة الأخيرة. عاوز أقول لكم إن أمين الجويري واحد من المواهب اللي هتكون قادمة بقوة في كرة القدم الجزائرية، وهو متألق في الوقت الحالي مع فريق رين في الدوري الفرنسي. وزي ما قلت لكم غيابه عن بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة خلانا كده ايه ما كناش عارفين اسمه قوي، ولكن ظهوره بشكل جيد في الدوري الفرنسي مخلي الناس كلها متابعاه، وتسجيله هدف كمان امام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في المباراه اللي كانت امام فريق استاد رين، خلت امين الجويري يكون في حته تانية عند الجمهور الجزائري. خلينا كده نستعرض مباريات الدور التمهيدي لبطوله الامم الافريقيه القادمه 2025. في كده اربع مباريات هيتاهل منهم أربع فرق، الأربع مباريات دول فيهم 8 فرق هيتأهل منهم أربعة للمرحلة القادمة في التصفيات، وأربع فرق مش هيشاركوا في التصفيات خالص الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية 2025. اللقاء الأول اللي هيكون بين فريق الصومال وإسواتيني، اللقاء الثاني بين فريق ساو تومي وجنوب السودان، واللقاء الثالث هيكون بين تشاد وموريشيوس، واللقاء الرابع هيكون بين جيبوتي وليبيريا. يعني اربع فرق من دول بس هيتاهلوا للمرحله القادمه في التصفيات، واربع فرق لن يشاركوا في التصفيات. عندنا اخبار كده عن المنتخبات الافريقيه. المنتخبات الافريقيه بعد بطوله الامم الافريقيه بدا يحصل تغيير مدربين، وبدا يحصل كلام كتير مين هيكون المدرب القادم في اكتر من منتخب. لو هنتكلم عن منتخب غانا كان معاه كريس هاوتن، وكريس هاوتن ما ظهرش بشكل جيد مع الفريق في البطولة، ولكن في الوقت الحالي الاتحاد الغاني بيفكر مرة أخرى في عودة أوتو أودو لقيادة منتخب غانا، وخصوصا أن أوتو أودو كان متواجد مع منتخب غانا في كأس العالم الأخيرة وظهر بشكل جيد وقدم استقالته بعد البطولة. ولكن الحديث الآن في غانا عن عودة المدرب المحلي أوتو أودو مرة أخرى لقيادة منتخب غانا. منتخب آخر يبحث عن مدرب وهو المنتخب الجزائري. منتخب الجزائري وليد الصادي اتكلم مع بيتكوفيتش، وبعدين بيتكوفيتش جاله عرض فخلاص قفل الكلام معاه، والحديث ما زال مستمر مع باسيرو، ولكن باسيرو أمامه اجتماع مع الاتحاد النيجيري عشان يقرر فيه العروض اللي جاية له، وهيشوف هيعمل ايه، هل سيذهب الى الجزائر ولا الجزائر هتشوف مدرب آخر غير جوزيه باسيرو. المنتخب الأخير هو المنتخب التونسي اللي فتح كده يعني ملف كبير جدا عشان يستقبل سيفيهات المدربين، واستقبل اكتر من سيفي لاكتر من مدرب، ولكن الكلام اللي بيتقال ان سبستيان دي صبر هو اللي طالب ان هو يكون مدرب منتخب تونس، واتكلم مع اكتر من شخص متواجدين في الاتحاد التونسي، ولكن حتى الان مفيش اي حاجه جديده فيما يخص المدرب
في منتخب تونس، ولكن اختيار سيباستيان دي صبر ممكن يكون اختيار جيد، خصوصا ان الراجل عنده تجربة كبيرة داخل القارة الافريقية، وتجربة كانت مهمة في البطولة الاخيرة مع الكونغو الديمقراطية، وعمل بها ارقام مميزة جدا لصالح الكونغو الديمقراطية. بكده النهاردة تكون انتهت كل اخبارنا وكواليسنا في القارة الافريقية. استنونا في حلقة جديدة من أون أفريقيا.